منتدى الأعمال الجزائرية التركية الذي ضم أكثر من 200 رجل أعمال من البلدين من شأنه فتح شراكة استراتيجية جديدة لتوسيع الاستثمارات، خاصة بعد تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى. رغم التبادل التجاري الحالي لا يعكس علاقات الجزائر وتركيا، رجال أعمال جزائريين يطمحون لرفع هذا الرقم والدعوة لخلق استثمارات تركية في مجالات حيوية. تركيا اليوم هي دولة رائدة في خصوص في المجال الزراعي، وبالتالي نحن نطمح باش الأتراك يكونوا هنا معنا في الزراعة وفي التسويق وفي التحويل، وهما عندهم قدرات وكذلك حتى في التقنية تاع الزراعة في الري. يعني كي نعرفوا يعني البوتنسيال اللي قعدنا في الجزائر، نشوفوا بلي يعني رانا بعد على لو شيفر يعني اللي حابين نلحقوا ليه. دونك سي بو سا هنايا دوك حنا لاجيري، الجزائر يعني عندها بلاد كبيره و براتيكمون افيك ان بوفوار داشا كي امبورطون، ومازال مازال دون بليزيور سيكتور داكتيفيتي سا ريست دي فوا سيبا مارشي يعني فيرج. سي بو سا تشوفوا بلي كاع البلدان ايزون لي زيو براكي سور المارشي الجزائريان. طموح مستثمرين أتراك لتحقيق مشاريع في الجزائر تواجهه بعض العراقيل، فتجاوز عتبة 5 مليار دولار كمبادلات يبقى قائما بحسبهم بتجاوز مثل هذه العقبات. نطمح لإنجاز مشاريع استثمارية مع الجزائريين، لكن هناك إشكالية الضرائب المفروضة علينا. هذا الأمر يحول دون توسيع الاستثمارات التركية، ونحن نطمح لمراجعة هذه المسألة. العلاقات التجارية اليوم ضعيفة نوعا ما، لكن نطمح في السنوات القادمة لأن يرتفع هذا الرقم ل7 مليار دولار، 8 مليار دولار إلى 10 مليار دولار. لقد أتينا مع رئيسنا لدعمه ولنظهر للجزائريين أننا هنا ونريد التعاون. الشق الاقتصادي الذي غلب على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر قد يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويخلق فضاءات استثمارية أوسع، فالجزائر تبقى وجهة تجارية هامة ومحط نحو دخول السوق الإفريقية.